دكتور محسن صالح ماسك، نسيت اقول لك، ماسك لجنه التخطيط في الاهلي الايام ديت، وانا شايف ان بسم الله ما شاء الله يعني التقدم في اللعيبه كلها، وفي سياسه جميله من النادي طبعا تحت سياده محمود الخطيب. محسن صالح اصلا انا بحبه وحبيبي، فمش عايز يعني امدح فيه عشان ما يبانش ان انا يعني منافق يعني ولا حاجه، لكن انا مش منافق، انا بحبه، وده راجل لعيب اثبت وجوده في كل حته يعني لعب فيها او كان مدير فيها او كان كوتش فيها، ما اثبت وجوده في كل حته. محسن صالح طبعا من ابناء بورسعيد، وهو المدرب الوحيد اللي جاب بطوله للاسماعيلي، بطوله الدوري العام. ومحسن صالح طبعا دلوقتي بالنسبه لنا هنا هو رئيس لجنه التخطيط، وهو من الشخصيات اللي ذو خبره وذو عين ثاقبه في اختيار اللعيبه، ومن الشخصيات المحترمه جدا. الناس اللي هي كانت بتعمل صورات حلوه لصفوت عبده، لمصطفى عبده، ومن احسن لعيبه خط الوسط اللي جه يعني خارج من انديه تانية داخل نادي. هو من الناس اللي هي راحوا دربوا بره ونجحوا، ونجح في النادي الاهلي، وهو حاليا في لجنه الكوره في النادي الاهلي. فكابتن محسن له ذكريات جميله مع النادي الاهلي ومعنا احنا. وطبعا كانوا بيسموه في الصحافه العطاشجي للكابتن مصطفى عبده، بمعنى دايما هو على المغمض كان بيلعب له الكره الطوليه يعني زي ما بيقولوا، فكان يسميه عطاش. وطبعا غير كده هو لعيب كان موهوب في خط الوسط وبينقل الكره بسرعه جدا. كابتن محسن صالح يعني دي ذكريات حلوه، وبعدين يعني معروف لدى، اول ما جه لعب في الاهلي انا اعرف في كابتن محسن، ولعب ودا للاهلي كتير، وادى لمنتخب مصر كتير برضه، وهو كان بيدرب منتخب مصر وكان بيدرب نادي الاسماعيلي. كابتن محسن غنى عن التعريف. كابتن محسن يعني من امهر اللعيبه اللي جم على مستوى مصر والنادي الاهلي. ذكرياتي معاه لما جه من بورسعيد ولعب مع الاهلي ايام العصر الذهبي بتاع فريق النادي الاهلي مع كابتن خطيب ومصطفى عبده وكابتن صفوت وشطه، وكان هو بيكون ثنائي غريب جدا مع كابتن صفوت في خط الوسط. كانوا لعيبه محترمه جدا، وكانوا يعني بيسيطروا على اي مباراه، وكانوا حققوا بطولات الاهلي. كان ساعتها كان في المدرب المجري اللي اسمه هيديكوتي، هو كان المدرب بتاعهم. طاهر الشيخ انضم ليهم بعد كده، فعمل كذا موسم مع الاهلي ممتاز. محسن صالح ده حدوته. محسن صالح ده ابن بورسعيد اللي جه النادي الاهلي، وفي وقت من الاوقات كان محسن صالح ومدحت فقوسة وجمال عبد العظيم حدوته كده. الاهلي كان يلعب الكره الاوفر يرفعه كده، يلعب اي واحد يقابله يحطه بدماغه. والله باعتباره كان لاعب من اللعيبه المشهورين بالنسبه في النادي الاهلي، وكان بيحط جوان وحاجات من دي، فدي الذكريات الجميله اللي مرت بس، وده يمثل الجيل الجميل. كابتن محسن صالح من الناس العظماء، لعيب عظيم. ده كان في خط الوسط، كان مغطي منطقه الوسط كويس جدا، وكان زي صخره في الملعب. وبعد كده ده قدوه حسنه قوي، فيا ريت حتى اللعيبه الجداد تمثلوا بيه. فيعني نتمنى نشوف برضه محسن صالح من جديد مع اللعيبه الجداد بقى. هتقول ايه للناس اللي انت سايب ذكرى معاهم كويسه قوي؟ والله يعني شهاده انا بفتخر بيها، وهي دي اللي بنطلع فيها في الاخر. نعم. انه تلاقي فيها ناس يعني تقدر الجهد اللي انت بتقدمه او قدمته، وتقدر التاريخ اللي انت عملته. انا بشكر كل واحد شارك معانا وقال الكلام الحلو الجميل ده.